اليوم بالبرايم الحادي عشر من نجوم بلا حدود. وصلنا على الاستوديو، عم نعمل تدريبات بروفات. انا كثير متحمسه ومبسوطه، عم اقدم شيء كثير رضيانه عنه. عددنا 5، بنهايه الحلقه راح نكون 4. انا حاس انه في مسؤوليه وخوف وهيك، قلق جدا صراحه. كثير متحمسة أوصل للآخر، خصوصا إنه كل هالأسابيع تعبت كثير وما بدي هيك كل تعبي يروح ضيعان، فإن شاء الله ضل للآخر. ضايل أسبوعين للفينال، جدا تعبان مرضان، جسمي استسلم. بصراحة وصلنا لمرحلة إنه مرة تعبانين، بس باقي هذه اللايفين، فأكيد إنه لازم تشد حيلك تطلع أكثر شيء عندك. عم لاحظ قدهن طاقاتهم عم تنخفض، الكل عم يتعب، الكل عم يتشائم، بينما انا بعدني بالطاقه وبالقوه وبالتفاؤل اللي انا فتت فيه البرنامج بقوه، وبعدني مكفايه لهلا وبقوه. فبدي من كل المشتركين انه يرجعوا لحماسهم ولطاقتهم بمعنويات عاليه، مو بمعنويات بالارض. هالاسبوع مثل الاسبوع الماضي عندنا فيديوين، معناتها العلامات راح تتقسم على 2. التحدي الأول هو عن عيد العمال، عيد مهم جداً. طبعاً العمال بجميع أشكالهم هم اللي يبنون المستقبل واللي يبنون الوطن، فحاولنا كلنا بطريقتنا الخاصة نحتفل بعيد العمال. أنا اتجهت للعمال بنهار عطلتهم، أخذت الرسالة بطريقة تانية عن غيري، واخترت وصل رسالتي من خلال نصايح بتفيد العمال يلي بيشتغلوا عطل وبيتعبوا. أول ما سمعت بالتحدي أنا حسيته سهل، وفعلاً صورت وعملت المونتاج وخلصت وكتبت القصيدة، وبعدني حاسست بنفس الشيء إنه تحدي سهل. رحت وشفت من شو بيعانوا عمال بورشة، وساعدتهم وعلمتهم التمرين، وبعتقد إنه أنا وجنان الوحيدين اللي وصلنا رسالة بالفيديوهات تبعتنا أو ساعدنا حدا عن طريق الفيديو، الباقي ما عمل إمباكت يعني. اتوقع في مرحله الخطر راح يكون عبد الرحمن، لان فيديو قصير يتكلم عن عمل خير مو عن عيد العمال. هو اكيد بالنهايه عمل خير، بس التركيز مو هو على عمل الخير، التركيز على العمال نفسهم. فيديو راشد عن عيد العمال طارح فكره جديده، بس حسيتها بتشبه عمل الخير، لانه نحن ما المفروض كنا نعطي شيء للعمال، يعني نحن من اول شيء قالوا لنا انتبهوا ما يصير عمل خير، فالفيديو تبع راشد حلو، بس هو كان صاير مثل كانه عمل خير لانه قدم لهم لوحه وهالشيء ما بصير. انا برايي طلع عن الموضوع. بهذا الفيديو اخذت بعين الاعتبار الكومنتس اللي اعطونا اياها لجنه الحكم بالاسبوع الماضي، وحاولت انه ادمج بين لقطات من الفيلم واعمل ريفيو كامل للفيلم، وبنفس الوقت أتحدث عن موضوع عيد العمال. أنا عم طبق النصائح اللي عم يعطوني هي لجنة الحكم، يعني أنا عملت اللي علي والباقي علي. أنا أول وحدة اليوم بطلع على الستيج، كتير خايفة لأنه مش عارفة كيف رح تكون ردة فعلهم على موضوع عيد العمل، فهيك مش عارفة هلا شو ناطرني. الأسبوع الماضي كنت بالمرتبة الأولى، هيدا الأسبوع إن شاء الله يحبوا الفيديوز ويعطوني علامات عالية وكون كمان بالمركز الأول، لأنه كتير حب أبقى للنهائيات. تحدي الاحتفال بعيد العمال ابتدى، ومع سمر أنطون من لبنان بنشوف كيف الويلنس ممكن تكون أساسية بحياة العمال. مثل العادة كتير مفيدين أكيد،
خاصة المساج، نحن كلنا بحاجة لمساج وبنحب كثير انه نريح حالنا. هيدي معلومات جدا مفيدة للكل. بس بدي اقول شغلة، انه سمر من الاشخاص اللي بلشوا من اول البرنامج وعم يتقدموا كل اسبوع، بتشوفي الفيديوز كيف عم يتغيروا الالوان، الجماليات، الصوره، كثير عم تشتغل على اشياء تفاصيل كثير صغيره وكثير مهمه بنفس الوقت. من اول ما بلشت لهلا عم يبين في تغيير كثير، في تطور، فهيدا الفيديو كمان مفيد وحلو. بدي وافق يارا بس لانه عن جد يعني عم عيار الجماليات. نعم. مثلا وين اول فيديو لسمر كان بس كادر واحد كنا عم نحس فيه خنقه، قديش سمر اشتغلت على حالها عن جد. يعني انا اليوم الجماليات بعطيها 5 من 5. تقدمتي جدا، ده انا بقوله ليه وبضحك، لانه شايف تطور رهيب. واحلى حاجه في الفيديو ده الجماليات، ليه؟ لانه على الرغم انها ما طلعتش قوي في الفيديو، بس كل الاديتس او الكليبس او البايتس اللي متاخده من سورسز او مصادر تانية كلهم على نفس اللون وكلهم على في فلو حلو. على 75 عن فئه الويلنس 62. مبسوطه ما توقعت يحبوه، لانه كنت هيك ملبكه فيها الفيديو. حبيت كثير شو قالوا وانتبهوا هيك على التطور اللي صار من اول برايم، ذكروني كمان باول برايم لانه كثير اليوم عم بتذكره، فهيك كثير مبسوطه. ان شاء الله الفيديو الثاني كمان ينال اعجابهم ويمشي الحال. أنا ثاني واحد اليوم على المسرح، فيديو عن عيد العمال تعبت عليه وحاولت أتقمص شخصية بيردمان اللي أنا دا أسوي له ريفيو وأعمل ريفيو كامل عن الفيلم. الأسبوع الماضي كنت بمنطقة الخطر، هالأسبوع عملت أفضل ما عندي، قدمت أحلى الفيديوهات وأتمنى تعجبهم أكيد. حلوين المعلومات التقنية اللي عطاهم نور الدين، وبشكل عام حبيت الفيديو وكيف مزجته أنت يعني بالحياة الواقع تبعك، إنه حدا عم يندهلك وهيك، حبيت كان فيه حياة. حبيت كثير الفكرة إنه عم بيصور باكستيج وعم بيحكي على المراية مع حاله وعم بيفرجينا يعني هيك تفاصيل الناس يمكن مش كتير بتفكر فيها. كتير حبيت الفيديو ومن الأشخاص اللي كل أسبوع عم بيكون في شيء جديد مع وتطور مع نور الدين. طبعا بيردمان من اهم الافلام في السينما وهو فعلا يستحق 10 من 10. يعني حسيت انه لما تدي حد 10 من 10 حتى لو انا ما شفتش الفيلم، ادائك كان مقنع انه يخليني اوصل للملخص انه اداله 10 من 10، اتكلم عنه بطريقه فعلا بانه اخذ جوائز والى اخره، فما تخضتش حتى لو ما اتفرجتش على الفيلم مش هتخض ان انت اديته 10 من 10. فكان تقييم جيد جدا وكان متزن قوي. 66 أكثر من سمر، يعني أنت بالمرتبة الأولى. بنشوف أكيد الترتيب أمامنا. 66 والمرتبة الأولى، شكراً لك نور الدين. أخذت علامة 66، جداً راضي عنها، التعليقات كلها كانت إيجابية، انعجبوا بالفيلم، انعجبوا إنه أنا تكلمت عن الناس اللي وراء الكاميرا، العمال اللي يتعبون خلف الستارة، فجداً مبسوط. ثاني فيديو اتمنى كمان توصل لهم الفكره انه انا دا اتحدث عن فيلم اني ما عجبني بطريقه شويه مختلفه مو جديه، ان شاء الله ابقى بالصداره. الآن أنا ثالث واحد حطلع على المسرح، متفائل في الفيديو اللي أنا مسويه عن يوم العمال. سويته زي القصة، بديت من الألف إلى الياء وكثير تهورت فيه، إن شاء الله يحبونه لجنة الحكم. مع راشد المتاعب من السعودية عن فئة الفن والتصميم، ناطرين فيديو احتفالي بعيد العمال على طريقته الخاصة. الفيديو يعني تمام، يعني راشد أنت المرة دي وانا لما ابتديت تصور انا قلت انت لو صورت على العمارة هم بيبنوها كان هيرموك من يعني لو انت بوظ لها شغلنا ولا ايه، قلت هيعمل ايه. فحلوه الفكره يعني حلوه، يعني سيف بالنسبه لي، اتس سيف فيديو. انا حبيت الفيديو، حسيته تمام يعني سيف وشوي اكثر، يعني حسيت فيه. حبيت انك عم تحكي عن عمال البناء، في عندهم كثير تعب جسدي، وحبيت انت كيف وقتها رسمت مع الاطفال حسينا في شيء حقيقي. هون كمان حسيت انه عن جد عم تقدم لهم لوحه انه هيك تقدرهم،
وحسيتهم هيك كانوا مستمت يعني شيء جديد بالروتين اليومي تبعهم وحبيت الفيديو لذيذ. هلا راشد هيدا راشد مثل ما بنعرف، بس الحلو انه في شوي شيء جديد، يعني مش انه عم نرسم على مثل ما كل اسبوع يعني نحن متوقعين انه يصير، لا في شيء ما توقعته. انا تخيلت انه يكون شيء مثل ما كل اسبوع بيقدمه، لا حسيت انه في عم بنتظر شيء بده يصير شيء بس مش عارفه شو. هيدا الحلو الحماس وفي شيء جديد بالفكره. شو علامتك؟ على 75 راشد 58 ترتيبك بالمرتبه الثالثه. سلام عليك. نور الدين سمر وانت. سلام عليك. فاجأت انهم كلهم حبوا الفيديو، بس متوقعت انه اخذ يعني في 60 واخذته 58. اتوقع وائل هو اللي معطاني علامه كويسه عشان كذا اخذ 58. ان شاء الله الفيديو الثاني بتكون فكره ثانيه وتغيير، وان شاء الله انه يعجبهم. انا رابع وحده بطلع على المسرح عامله فيديو عن عيد العمال. هيدا الاسبوع اشتغلت زياده على كل المعايير، ان شاء الله لجنه بيلاحظوا هيدا الشيء. الأسبوع الماضي كنت بالمركز الثالث، هلأ أنا ما بدي مركز ثالث، أنا عم أطمح يعني للمركز الأول أو الثاني حد أدنى إن شاء الله. بقى مؤثر جداً الشعر، الكلمات مع الموسيقى مع التصوير مع اختيارها لعدة عامل يعني بمجاله حلو. حبيت الصورة، يعني حسيت عن جد عم تحكي عن كل عامل بكذا مجال مختلف، والصورة مع القصيدة كانوا يعني كملوا بعض. ثلاث حاجات عجبوني. عادة احنا بنقول ما بنحبش نترجم الصورة بالضبط على الشعر، بس الفيديو ده كان مبرر جدا انك تعملي كده، و يعني بجد. وتاني حاجة الشعر حلو قوي قوي قوي، يمكن ده من التوب 2 من الشعر بتاعك من وقت يوم المرأة. ثالث حاجة الامبريشن او الانطباع اللي خدته انه كل العمال بمختلف مختلف مجالاتهم، ما رحتيش بنا بس او رحتي طباخين بس، او حسيت انه في كان في تنوع، وده اللي عجبني انه بيتكلم على الشخص نفسه اللي بيكدح. برافو عليكي. العلامة على 75 لجنان 61. خلينا نشوف ترتيبك، وبيكون ترتيبك بالمرتبة الثالثة. الفيديو حبوه كثير، كل التعليقات كانت بوزيتيف، ما قالوا لي ولا شيء سلبي، كثير حبوا الفيديو. يعني توقعت تكون علامة أعلى بما أنه تعليقاتهم كانت حلوة وإيجابية. لحد هلا أنا بالمركز الثالث، مني بمنطقة الخطر، ومتأملة كثير بالفيديو الثاني أنه يرفع لي علامتي. أنا آخر واحد اليوم بطلع على الستيج. الفيديو اللي عملته عن عيد العمال كتير راضي عنه، وبالنسبة للرسالة اللي وصلتها وللموضوع اللي أنا عملته، أنا أكتر فيديو جايب الموضوع فيه 100%. فإن شاء الله لجنة الحكام تشوف هذا الشيء وتاخده بعين الاعتبار، وما أضطر أنزل بالدينجر زون مع حدا من رفقاتي، والله يقدم الخير. وهلأ مع عبد الرحمن الحريري من سوريا بنختم التحدي الأول بروح رياضية. هو الموضوع يعني ممكن نقول شويه بيسك، الفئه شويه. انا حسيت الفيديو اللي هو انا نزلت عند ناس عمال وقلت لهم يعملوا كذا وما كذا، كنت بامل في حاجه اقوى من كده سنه. يعني حسيته فيديو ممكن نقول انه برضه سيف، ما هوش يعني في المرحله دي من المسابقه. يا عبد الرحمن انت عارف انه الواحد لازم يبقى واقف على رجليه اكتر من كده. يعني الفكره كتير مفيده وكتير حلوه ولازم الكل يعرفها أكيد، بس حسيت التنفيذ شوي ضعيف، أضعف من الأشياء اللي مقدمهم سابقاً. هيدا فيديو بعمل له شير. أوكي. هلأ ليش بعمل له شير؟ أولاً في معلومات مفيدة، وفي معلومات كتير سبيسيفيك دقيقة، يعني على أنت حبيت أنه ما حكيت كتير عموميات وضيعت حالك بكذا تمرين، أنه عندك دقيقة تعمل فيديو، قررت تركز على شيء، فهذا كان كتير مفيد للناس اللي بهيدا يعني بهالموقف. نشوف علامتك وترتيبك بعد العلامة. 47 انت بالمرتبة الخامسة، بس اكيد بنتأكد ومنشوف الترتيب امامنا. اعطوني 47.
غريبة شوي بالنسبة لي بعتقد، لأنه أنا أكثر واحد صبت الموضوع. كمان ممكن تعليق وائل على أنه لازم أعرف جمهوري قبل ما أعمل الفيديو. صحيح أنا نزلت على جراج، بس مشاكل الركبة كل الناس عندهم إياها، يعني أنا بحياتي ما اشتغلت بجراج وكان عندي مشاكل بالركبة، فأنا نقيت شغلة معينة ركز عليها، بس ما يعني أنه بس اللي بيشتغلوا بالجراج عندهم مشاكل بالركبة، وهيدا شيء وافقتني فيه فاية، فكان في تناقض بالآراء بين الحكام. بهي الحالة أنا متأكد أني رح كون بالدينجر زون، لأنه حتى لو جبت 75 بالفيديو الثاني العلامات الباقية ما رح تكون واطية لدرجة أنه ما أنزل بالدينجر زون، لأنه نحن 5 أشخاص، فبعرف حالي أنه أنا اليوم بالدينجر زون. أكثر شيء محرج أذكره بأيام المدرسة إنه أنا دخلت على حمام المعلمين والمنظفة ظلت تدق الباب وتريدني أطلع وتقول اسمي، والمدرسة كلها عرفت أنا دخلت حمام المعلمين. أكثر موقف مضحك صار معي بالمدرسة بتذكره هو أستاذ الفيزياء مرة عصب وصار يشد شعره وصار يخبط على السبورة، وأنتوا مجانين وأنتوا ما بيلبق لكم تدرسوا وكذا، وصار يضرب فينا يمين شمال. أنا فرط الضحك إنه على الموقف إنه هستر حرام يعني جننا، مو بس أستاذ الفيزياء جننا أساتذتنا كلها الله يعينهم. والله كل حياتي بالمدرسة محرجة، لأن أنا كل أسبوع كان ينطلبوا لي أمري الصراحة، يعني ياما دائما واقفة جنب الزبالة وما ألعب الرصف، كنت كتير مشاغبة. ولما كنت في المدرسة أيام متوسط كنت أبغى أهرب المدرسة، طلعت الجدار وكفشني مدرس، وهذا أكثر موقف محرج يعني. أنا ما كنت كتير التزم بلباس المدرسة، فكنت على طول إجي بالجينز غير جينز المدرسة، جاي شرحوا إرجع ألبس إرجع. هاي أقول للناس تعالوا رقصوا. 1 2 1 2. إيه ما بحب الرقص هيك شيء. سوي قانون إنه ما حدا يزمر بالشارع عشان كل يعرف إحساس الهدوء. ممنوع التدخين. سؤال يحتاج التفكير، ما قانون واحد بخترع، بخترع كتير قوانين. يوم الرقص العالمي كل العالم أبغى أشوفهم ترقص. كل كذا شخص عايشين بنفس المطرح حيكون عندهم سيارة واحدة ليخففوا من العجقة. شيء أكيد الفلوس. التياب أكيد. نقي كتب. خسن ذهب، لأنه المصاري بتروح قيمتها بس الذهب بيضله ذهب. Unlimited storage of movies. كل حياتي جنون. أكثر شيء مجنون في حياتي صار إنه عرفت نور الدين. نجوم بلا حدود لما رحنا طلعت على المرجحة هاي العالية المرجوحة وتمرجحت على هيك علو، أول مرة بحياتي أسوي هيك شيء وأعتبره مجنون يعني. وقفت على حفة الجسر بإيدي وانكسرت حفة الجسر، وكنت رح أوقع ومسكت بأسفل الجسر وقام رجلي خبطوا بأسفل الجسر وكسرت رجلي اليمين وقتها. في مرة كان في تجارب أداء وهيك طلع عبالي أطلع هن لأديت بياف، ما مرقت التجربة أكيد يعني. سوبر هيرو المفضل عندي هو باتمان، بس لو أختار أصير سوبر هيرو أصير سوبرمان. نقي وندر وومن. هالك. بحبكم. أرقاي أرقاي أرقاي. صير بلاي ستيشن عشان الناس تظل تلعب وياي. كاميرا مراقبة. بتحول لكتاب، لأنه هيك بضل العالم تفتح تقرأ كل فترة، بتجي تقرأ كل ما بعرف. بتحول لمراية لأنه بعكس الشخص اللي قدامي. كون نجمة لأنه بحب أعيش بالفضاء ومع الكواكب. Gene.